مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. تغطية الجزيرة مباشر مستمرة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. هذا وقد قال ترامب إن تأجيل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يساهم في تحقيق السلام، زاعما أنه من حق إسرائيل تحديد عاصمتها على حد تعبيره. وأضاف الرئيس الأمريكي إنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بشكل فوري، وأشار أيضا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا. وأضاف ترامب إن القدس يجب أن تبقى مكانا يتعبد فيه اليهود على حائط المبكى والمسلمون في المسجد الأقصى. كما أكد الرئيس الأمريكي أن هذا القرار لا يعني أن واشنطن ستتخلى عن التزامها القوي بسلام دائم. كما قال: قررت أنه حان الوقت وعلى نحو رسمي أن نعترف بالقدس كعاصمة إسرائيل. الرؤساء السابقين وعدوا بذلك في حملاتهم الانتخابية، ولكنهم فشلوا في الإيفاء بهذه الوعود. أما اليوم فأنا أفي بوعدي، وقد نظرت في هذا الأمر ورأيته يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والسعي للوصول إلى السلام بين إسرائيل وبين الإسرائيليين والفلسطينيين. لقد تأخرت هذه الخطوة كثيرا للدفع بعجلة السلام والوصول إلى اتفاقية نهائية. أنا أوجه وزارة الخارجية لكي تنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهذا سوف يبدأ على الفور لاستقدام مهندسين ومخططين لكي يضعوا اللمسات الأخيرة على السفارة التي سيكون وجودها نافع للسلام عندما ننتهي من بنائها. ولكن أريد أن أكون واضحا، هذا القرار غير مرتبط بابتعادنا عن الالتزام الصلب لتيسير الوصول إلى حل نهائي وتسوية نهائية. نحن نريد اتفاقية تصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، صفقة عظيمة. نحن لا نتحدث عن مفاوضات الحل النهائي، لا سيما الحدود المرتبطة بالقدس أو حل الحدود المتنافس عليها أو مختلف عليها. هذا الأمر منوط بالأطراف. الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة تماما بمساعدة تسهيل الوصول إلى تسوية سلمية سياسية تصب في مصلحة الطرفين، وأنا أنزع إلى بذل قصارى جهدي للوصول إلى تلك الاتفاقية. بلا شك القدس تمثل أكثر القضايا حساسية في تلك المباحثات. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حل الدولتين. إذا ما اتفق على حل الدولتين من قبل الطرفين في الأثناء، أطالب جميع الأطراف أن يحافظوا على الوضع الراهن و الحرم الشريف وهيكل المعبد وجبل المعبد، ونحن نريد السلام. إن الكون يتوق إلى السلام. هذا وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب كلمته مرسوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. شكرا جزيلا لكم، شكرا. شكرا لكم، شكرا جزيلا. ولمتابعة هذا الوضع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الكاتب والمفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي. دكتور مرحبا بكم. منذ سنوات طويلة والعرب يتفاخرون بالسلام، يجتمعون ويفترقون، يقولون كلاما في خارجيات عربية كثيرة. الآن ترامب فعلها، أين السلام العربي الذي تحدث عنه العرب حتى الآن؟ لا أعتقد أن القضية ينبغي أن تدرس من هذه الناحية. نحن نعلم أن الأنظمة العربية ليست أنظمة مستقلة ولا سيادة لها. ينبغي أن نحلل الأمر من ناحية أخرى. أنا أعتقد أن قرار ترامب هو لفائدة القدس بخلاف ما يظن. هذا القرار كنا نعلم أنه سيقع، ولكنه وقع على يد رئيس فقد
مصداقيته في العالم كله. وهذا يعني أن هذا القرار يضفي على القدس شرعية عالمية، نظرا إلى أن الذي نقل العاصمة إلي عاصمة أمريكا إليها ليس له مصداقية بالنسبة إلى جميع الدول في العالم. صحيح أن لأمريكا وزن كبير، ولكن عندما يصدر هذا القرار باسم أمريكا من رئيس لا مصداقية له لا في بلاده ولا في العالم، فهو لفائدة القدس ولفائدة المسلمين. يضاف إلى ذلك أن هذا القرار أخذ في اللحظة التي فقدت فيها جميع الأنظمة العربية شرعيتها في نظر شعوبها. ومعنى ذلك أن الشعوب العربية والإسلامية أصبحت تدرك أن الذي يحمي القدس ليس الأنظمة بل هم. والعالم فهم أن أمريكا اليوم لا يقودها رجل عاقل بل مجنون. وإسرائيل هي التي خسرت في هذا القرار، لأن ذلك يعني أن إسرائيل لم يبق لها من مؤيد في العالم إلا جنون ترامب أو خوف الأنظمة العربية. نعم دكتور، أرجو دكتور أبو يعرب، أرجو أن تبقى معي مشاهدينا الكرام. هذه الصور التي تأتيكم الآن عبر الجزيرة من إسطنبول كانت عبر قليل، نتابع بعض اللحظات ثم نعود إلى حوارنا مع الدكتور أبو يعرب المرزوقي من تونس. كانت هذه الصور مشاهدينا الكرام، وكانت هذه اسطنبول قبل قليل عقب قرار الرئيس الامريكي ترامب. معنا عبد الله ينضم الينا من السودان. عبد الله مرحبا بك. السلام عليكم يا صديقي، وسلامي للملك المجاهد الصابر الشيخ حمد. يا مرحبا استاذ عبد الله. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام، حيا الله. ألو. استاذ عبد الله اسمعك، تفضل استاذ عبد الله. يا سيدي لقد خلل العرب 43 زعيم في احتفال وهدي 410 مليون. هو عرف العرب وخبرهم يا صديقي، وخبر السيسي واخذ الاذن. فالان الموضوع موضوع الشعوب المقبوله. علينا ان نسور على هؤلاء الحكام. اولا كوشنر معروف يهودي ومعروف صهيوني ومعروف مصلحته لإسرائيل، وهم يستقبلونه ليل نهار. الآن هم يحاصرون قطر، أسحبوا سفراءكم إن كنت حكاما حقيقيين، أسحبوا سفراءكم فقط للتشاور. ألو ألو أسمعك أستاذ عبد الله، تفضل. ألو. نعم أسمعك. أقول للعرب الآن دعكم من حصار قطر الدولة الصغيرة، الآن أسحبوا سفراءكم للتشاور فقط. عند ذلك نحس بأنكم طيران يخبرهم ويعرفهم. نتنياهو هو الذي ثبتهم ويتفاوضون معهم السيسي سلمان ويحاربون قطر ويقولون عنها دولة صغيرة. طيب يا أخي، مدام دولة صغيرة ما تحنيسها وتدللها زي ما أمريكا بتدلل إسرائيل. متى كونت حماس؟ سنة 1987. شكرا جزيلا لك أخ عبد الله من السودان، شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام بإمكانكم التواصل والمشاركة في هذا الحوار، هذه النافذة المباشرة على الجزيرة مباشرة عبر الهواتف، أرقام الهاتف التي تصلكم أو ترونها على الشاشة. من السودان إلى عبد الله في اليمن. عبد الله مرحبا بك. حياك الله، كيف علومك؟ طيب. مرحبا أخي عبد الله، مرحب.
الله يجزيك. نحن قيادات ما عاد توجد عندنا قيادات. نحن قاعدنا محمد وقاعد المحجلين. قاعد عرب ومسلمين ما عاد. ولا بد من حرب على امريكا وعلى اليهود. لا بد من السفارات في اي دوله عربيه واسلاميه. أنا يقوم أنا الشعوب بخرابها وقتلها لأنهم دمروا كل شيء. شكرا لك عبد الله من اليمن. طبعا هذه الآراء التي تأتي على الهواء مباشرة هي آراء المشاهدين الكرام. معي من الدوحة متصل حسن. من الدوحة مرحبا بك. أهلا وسهلا مرحبا بحضرتك. يا مرحبا أخي حسن تفضل. والله أنا بحب لي وجهة نظر مختلفة تماما عن كل اللي بيحصل دلوقتي. تفضل. أنا مستبشر جدا بالقرار بتاع ترامب، وشايف إن ده إن شاء الله بداية النصر وبداية الصحوة، لأن الأقصى المسجد الأقصى عمره ما وقع في يوم من الأيام إلا وكان بيتحرر وكان بيرجع للمسلمين تاني. في طول الفترة الماضية المسجد الأقصى ممكن ناس ما تعرفش إنه موجود في القدس الشرقية اللي هي كانت تحت سيطرة فلسطين، القدس الغربية اللي كانت تحت سيطرة الكيان الصهيوني. بقرار ترامب النهارده أصبحت القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى تحت سطوة الصهاينة، وده أنا شايفه بداية النصر إن شاء الله. ونرجع لكلام الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه لما اتكلم عن جيل التمكين اللي هو بيجي بعد إن الشعوب بتتغير كل 40 سنة. أول 40 سنة كان جيل اللي حصلت فيه النكبة، تاني 40 سنة جيل اللي احنا شفناه في السنوات اللي فاتت، جيل الانتفاضة، جيل الحجارة. ان شاء الله الـ40 السنة اللي جاية هي جيل نعم. النصر وجيل التمكين ان شاء الله. شكرا لك حسن من الدوحة. ومن الدوحة الى الجزائر سمية مرحبا بك. سمية السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا اختي. أخي يعني أنا نحن جد جد متأثرون بهذا القرار، وكانت يعني هي كان جد مؤثر بنا كشعب جزائري مع الثورة الجزائرية مع الثورة الفلسطينية. ولكن عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم. يعني أنا أرى بأن قرار ترامب قد يكون نقطة جيدة للعالم الإسلامي والعالم العربي. هو صحيح يؤثر فينا كمسلمين وكقبلة لنا كمسلمين، ولكنه سيكون بمثابة نهضة إسلامية بإذن الله، وستكون مصالحة سمية. هذه النهضة نحن نشاهد الآن على شاشة الجزيرة اسطنبول قبل قليل، عمان قبل قليل، والشوارع العربية ربما ستأتي صورها على المباشر في كثير من هذه التغطية. ما هو دور الشارع العربي الآن في هذه القضية تحديدا؟ أخي نحن لا ننتظر الكثير، يعني سنرى حقائق ربما يوجد في الشارع الجزائري بدرجة أولى، يعني بحكم أني جزائرية، وسنرى كذلك تحركات في العالم العربي، لكن لا ننتظر الكثير، وإنما هناك خطوات هي يعني هي مقارنة بالخطوات في الإدارة الأمريكية هي خطوات متسارعة وقرارات متسارعة، وهي تريد يعني إذا نظرنا لها من الجانب الإيجابي سنعلم بأن هناك تراجع للإدارة الأمريكية وللحكومة الأمريكية، وبهذا نكون يعني اطمأنينا. أولا المصر وهو فلسطين لا خوف عليه، يعني لا نخاف عليه، وليس أطمن جميع العالم العربي. يعني هناك يجب أن تكون نهضة أجل ويكون هناك يعني ردة فعل، لكن قسما بالله يا أخي هناك رؤية سياسية، وللمتابع سياسيا سيعلم بأن هذه كلها بوادر خير بإذن الله. شكراً. هذه شكرا جزيلا لك سمية من الجزائر إلى واشنطن. الآن مشاهدينا الكرام بيان عدد من المؤسسات التي تنتقد قرار ترامب إلى واشنطن. يؤمنون بخطورة الظلم في هذه المنطقة. نحن نؤمن أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هي أمل الفلسطينيين. نحن نؤمن أن الرئيس وبطانته سيشهدون ما يجري في الكنائس والجامعات وفي المناطق الأخرى. يجب أن نعزز من هذه الأصوات، ولا يجب أن نركن ونستسلم بسبب هذا الإعلان، لأن العدالة سوف
تعزز من خلال العمل المدني هنا وفي كافة أرجاء العالم. شكرا لكم. أريد أن أطلب من نيابة السيد ستيف دين مارتن D-E-A-N وأنا أعمل مع المجلس الوطني للكنائس وموقعنا هو nationalcouncilofchurches.us. أريد أن أقرأ بيانا أصدرناه بعد إعلان ترامب اليوم ويعيد التأكيد على موقف مجلس كنائس أمريكا. وهذه ليست قضية جديدة، هذه طبعا أمور تلامس قلوبنا لأننا نهتم بما يجري. في الثمانينات مجلسنا تبنى سياسة مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي تلك الإفادة قال المجلس أن أي عمل أحادي الجانب فيما يخص القدس سوف يفضي إلى مآلات يمكن أن تحدق بالمنطقة المخاطرة. في عام 2007 المجلس أكد على هذا الموقف مرة أخرى، أكد على مشاطرة العيش في القدس. نحن نعيد التأكيد على هذا البيان. لسنوات الرؤساء الأمريكيون كانوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى بشأن القدس، ولكن ترامب يريد أن يطلق العنان للعنف ويريد أن يقوض من مصداقية أمريكا كونها وسيط في عملية السلام، بينما القدس الغربية هي عاصمة إسرائيل، عاصمة الأمر الواقع، ولكن شرق القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. أما الحديث عن القدس كونها عاصمة إسرائيل ومن خلال أيضا نقل السفارة إلى القدس، فقد زاد السيد ترامب الطين بلة، والناس يمكن أن يقضوا بسبب هذا القرار. بعض داعمي ترامب يعتقدون أن هنالك أسبابا إنجيلية مرتبطة بعقيدتهم بشأن القدس، ولكنهم خاطئون. إن مسيحيو الأرض المقدسة الذين تعود سلالاتهم إلى بداية المسيحيين لا يؤمنون بهذا. إن تبسيط الأمور من قبل السيد ترامب يجعل الأمر يدعو إلى السخرية والاستهزاء بالمسيحيين والمسلمين وتجاهل لمعاناتهم خلال السنوات الماضية. نحن أيضا نلحظ أن قادة الكنائس المسيحية موجودون ويدعمون توجهاتنا، ونحن أيضا نريد أن نتظاهر بسلام، ونحن ندعو الله لكي يأمن الجميع أنفسهم ويعيشوا بسلام. شكرا للسيد ستيف. أريد أن أطلب من الحاخام إيلانا أن تتفضل. اسمي إيلانا ساسكن. وبينما نقف اليوم هنا ثم تطيف واسع من الاختلافات، ونحن لا نريد أن نتفق جميعا بشأن النتائج والمخرجات والتكتيكات. كان هذا جانبا مشاهدين الكرام من بيان بعض الجمعيات والمؤسسات في واشنطن التي تنتقد سياسة أو قرار الرئيس الأمريكي ترامب. وقد سمعتم ما قاله أحد المتدخلين قبل قليل من أن ترامب يريد أن يطلق العنان للعنف. متابعة لهذا المشهد ينضم إلينا من القدس الآن الأستاذ حسن خاطر، أمين سابق للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس. أستاذ حسن مرحبا بكم، ما هي تداعيات هذا القرار؟ كيف ينظر إليه المسيحيون والمسلمون وكل الذين يتابعون هذا المشهد؟ حياكم الله. مرحبا. بكل تأكيد يعني هو قرار ظالم وقرار مرفوض تماما من قبل الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيين، بل هي عاصمة العرب والمسلمين، هي قبلة المسلمين الأولى كما تعلمون، وهي يعني أكبر بكثير من أن يتم العبث بها بهذه الطريقة، وكأنها يعني صفقة تجارية من صفقات ترامب، يعني يعطيها
لمن يشاء في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يشاء. هذه أرض مقدسة، أهلها يعني مستعدون للتضحية من أجلها، وقد استشهد دفاعا عنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ بدايات القرن الماضي إلى اليوم، والكل مستعد ليحميها وليبقيها كما هي، عربية إسلامية مقدسة للمسلمين والمسيحيين. وبالتالي الكل يعني استمع إلى هذا الخطاب بغضب شديد ورفض كامل لهذا يعني الظلم الكبير والواضح. نعم أستاذ حسن، سيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حمص قال إن هذا القرار هو بمثابة عدوان سافر على الشعب الفلسطيني، كيف يمكن أن يكون رد الفعل الفلسطيني يعني من أطفال الحجارة إلى أطفال السكاكين؟ ما هو المنتظر من ردود أفعال فلسطينية وعربية على هذا القرار؟ يعني أنتم تعلمون أن الشعب الفلسطيني هو خبير بمواجهة الاحتلال، وهو لم يستأذن أحد ولا يستأذن أحد عندما يتحرك، هو صاحب مبادرة يستطيع أن يعني يتحرك بالطريقة التي يراها مناسبة وبالتوقيت الذي يراه مناسب. ولعل ما حدث بخصوص البوابات الإلكترونية للمسجد الأقصى كان أكبر دليل على ذلك. لهذا نحن نعتقد أن الأيام القادمة ستشهد ردود الشعب الفلسطيني. كيف ستكون؟ أنا أعتقد ستكون أو تتمثل في تأجيج الانتفاضة الثالثة التي مضى عليها ما يقرب من 3 سنوات. هذه الانتفاضة اليوم ترامب يصب عليها الوقود بشكل كبير بهذا القرار، وهو في الحقيقة قرار إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، حرب على مقدسات الشعب الفلسطيني، ولهذا السبب سيكون الجواب من الشعب الفلسطيني. تفاصيل الرد سيراها ترامب وسيراها العالم من خلال تحركات هذا الشعب، والمسألة هنا ليست يعني أستاذ حسن أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك في اتصالات مشاهدين الكرام، المجال مفتوح، ندعوكم أيضا للمشاركة في هذه النافذة. معي محمد المغربي، مرحبا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أول شيء بحب أحكي كلمتين، أنه الشعب الأردني والشعب الفلسطيني هم متلاحمين، وإحنا إخوان، وإحنا دائما يد واحدة وروح واحدة مع بعض، وجميع دول العالم بتقول أنه فلسطين دائما حرة عربية. وبالنسبة للشعب الفلسطيني هم يعني شعب يستاهل أنه إحنا كنا نكون واقفين معه. وبالنسبة لترامب لما أخذ القرار، في شفت له شريط فيديو بيلعب هو وأطفاله وهو سكران، فأخي أكيد لما أخذ القرار هذا كان سكران مش صاحي. شكرا لك محمد المغربي. ما يقوله مشاهدون الكرام هو من أرائهم من الأردن عمان إلى الجزائر. رابح مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم، تفضل السي رابح. والله هذا القرار المجحف الذي أدارته وفعلته الإدارة الأمريكية، والله نزل علينا كمسلمين جزائريين وكعرب، نزل علينا كسائقة كبيرة. ندعو الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن شاء الله النصر يكون حق كل المسلمين وخاصة إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي القدس. وأزف إليكم الكلام الذي قاله رئيسنا الراحل الهواري بومدين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ونتمنى من كل الشعوب العربية والإسلامية النهوض كرجل واحد، والنهوض كوقفة واحدة، وقفات احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني الأبي. وإن شاء الله الله معنا والنصر لنا بإذن الله. شكرا رابح من الجزائر. أستاذ حسن، قبل يعني مساء اليوم تحدث السيد إسماعيل هنية قال بأنني تحدثت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأن خروجا فلسطينيا سيكون غدا. ما هي الصورة التي ستكون عليها شوارع القدس ومدن فلسطين غدا في تقديركم؟ تفاعلات هذا الحدث حقيقة أنه رب ضارة نافعة حقيقة. هذا الخطاب بدون أن يقصد أدى إلى إعطاء دفعة قوية لجهود المصالحة وللخطوات نحو المصالحة الفلسطينية. نعم، عندما يعني يجري هذا التواصل بين الرئيس يعني الفلسطيني بين الرئيس محمود عباس وبين السيد إسماعيل هنية، أعتقد هذه خطوة مهمة، وهذا يعني وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح.
بكل تأكيد ستنعكس ثمارها غدا في الشارع الفلسطيني، إضافة إلى أن ثمار هذا القرار أيضا ستنعكس على مستوى الشارع العربي أنا اعتقادي، لأن هذا التطرف من قبل الولايات المتحدة من قبل الرئيس ترامب يعني يكون بمثابة صدمة لشعوبنا، ربما تحيي هذا الموات الذي عاشته على مدار السنوات الماضية، ربما تنفض التراب عن موضوع القدس الذي أوشكت الشعوب أن تنساه، ربما تعيد تصحيح البوصلة باتجاه أولى القبلتين ومصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك حقيقة نحن نعتقد بأن حسابات ترامب لم تكن دقيقة في هذا الموضوع، وبأن الإيجابيات على المستوى الفلسطيني والعربي ربما تكون أكثر من السلبيات من حيث لم يحتسب ترامب ومؤيديه في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن خاطر، أمين سابق للهيئة الإسلامية المسيحية، إلى الجزائر مرة أخرى. مخلوف من الجزائر، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. أنا تسلم معك وأنا منهار جدا يا أخي. المهم أولا يعني أطلب من الحكومة الجزائرية إن شاء الله إن كان ما زال عندنا خاطر عندنا، ومن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائري أطلب منه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرف أن هذا طلب لن يكون مجدل ولن يستمعوا لي، وأدعو من الشعوب يعني صراحة أصبح لا يمكننا أن نتكلم مع أنظمتنا، يعني هم في واد ونحن في واد. أطلب يعني والله يعني من كل قلبي جميع شعوب الدول العربية أن تكون قمة عربية طارئة للشعوب في القدس، يعني والله أتمنى لو هذا آخر شيء، يعني لا يوجد حل آخر، يعني أنظمتنا في واد ونحن في واد، ماذا يعني ماذا بقي الآن؟ عرضنا القدس هو عرض للمسلمين، هو عرض للمسلمين، هل ننتظر حتى يقولون أن مكة يعني عاصمة لك أو المدينة المنورة؟ يعني ماذا ننتظر؟ ماذا يريدون منا؟ يعني ماذا يريدون منا؟ شكرا لك مخلوف من الجزائر، قمة للشعوب العربية. أعود إلى الدوحة، عبد الرحمن مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا أخي عبد الرحمن. تحياتي لك أخي الكريم. حياك الله أخي العزيز. أخي الكريم، أنا لكل الشعوب العربية أن تستيقظ، وأنا لهذه الأنظمة العربية أن تقاطع إسرائيل وتحارب كافة أشكال التطبيع معها. نحن كشعوب عربية نرفض التطبيع مع إسرائيل، وإسرائيل هي عدوتنا، ويجب على كل الأنظمة العربية أن تراعي مشاعر هذه الشعوب التي تتوق إلى الصلاة في المسجد الأقصى. القدس عربية فلسطينية منذ الأزل. هذا ترامب الذي يتعجرف لكل الأنظمة العربية أن تقول له كفى تعجرف، لا يجوز لك أن تعطي شيء لا تملكه لمن لا يستحقه. هذه القدس لنا، هي مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القدس لنا، هي مهد السيد المسيح عليه السلام. القدس لنا وليست لإسرائيل. إسرائيل دولة احتلال، إسرائيل دولة احتلال، يجب على الجميع أن يقول هذا الشيء، يجب على كافة الأنظمة العربية أن تقول هذا الشيء، يجب على كافة الشعوب العربية أن تستيقظ، يجب على الشعب الفلسطيني أن ينتفض في وجه الاحتلال. هذه السلطة الفلسطينية ليست إلا مكبلة، وهي لم تنشأ إلا في ظل الاحتلال، فدورها ليس أكثر من أنه يندرج تحت الاحتلال. يجب علينا الاستيقاظ، ويجب على الجميع الاعتراف بأن ما قام به ترامب اليوم هو عمل خطير. نعم، شكرا لك عبد الرحمن. عبد الرحمن أعتذر لك، هناك من ينتظر أيضا. شكرا لك عبد الرحمن. من أبو عمر من فلسطين، مرحبا أخي أبو عمر. مرحبا بك، شو أخبارك؟ يا مرحبا، الله يخليك. الله يخليك أخي العزيز. القرار اللي صار اليوم من رئيس الأمريكي هو هذا يعني إشي بصراحة يعني إشي متوقع كان منهم.
وهذا الحكي لازم كل الشعوب العربية والمسلمة تعرف إن هذا القرار يعني مش شيء جديد. يعني هم بكل الأوجه مش رح يعطوا الفلسطينيين أي حاجة، لا بالتفاوضات ولا بأي حاجة. المطلوب من الشعوب العربية والأمة كلها يعني أن تتحد بيد يد واحدة تكون، وإنهاء الانقسام بين حماس وفتح هو ده أهم يعني أهم حاجة بالوقت الحالي الموجود، لحتى نقدر توقف الشعب الفلسطيني. نعم. لأن الشعب الفلسطيني شعب أعزل، شعب لوحده. نعم. موجود أبو عمر. أبو عمر أستأذنك، هناك خبر عاجل مشاهدين الكرام. رئيس الوزراء البريطانية تقول إنها لا تتفق مع قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. تفضل أخي أبو عمر. يعني هي بتعترض مش مع قرار أمريكي، يعني واحد يضرب كف الثاني يعدي القائية زي ما بيحكوها عندنا بالمثل العامي، وكلهم ضد كلهم ضد الشعب الفلسطيني، كل الدول الأجنبية كلهم ضد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني انذبح 20 مرة، ما شفناش غير الاستنكار، ما شفناش ولا أي حاجة غير كده. شايف ربنا يعني ربنا على الظالم. شكرا لك أبو عمر الفلسطيني. وعبر الهاتف معنا مشاهدين الكرام من القدس المحتلة الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. شيخ كمال الخطيب، قرار ترامب عنوان كبير، ماذا يعني لك؟ حقيقة أن قرار ترامب هو تأكيد على سياسة أمريكية منحازة للجانب الإسرائيلي من يوم أن اعترفت أمريكا بهذا الكيان في العام 1948. جاء الرئيس ترامب في هذه المرحلة ليعزز هذا الموقف، وهو يزعم أن ما لم يفعله سلفه قد قام به هو. نعم. مع التأكيد طبعا على أن قرار ترامب قرار به يتم إنهاء مشروع لا أسميه إلا وهم وسراب السلام، ابتدأ في العام 1993 في أوسلو. جاء اليوم ترامب ليضرب المسمار الأخير في نعش مسيرة السلام هذه. لا شك أن هناك توافقات إسرائيلية أمريكية مستغلة الظرف العربي المأزوم وحالة الاضطراب والفوضى والحروب الداخلية ومطاردة الأنظمة لشعوبها. هذا ظرف لا شك أنه غير عادي ولعله لا يتكرر دائما. نعم. أنا أظن أن ترامب أحسن استغلال هذا الظرف في اختياره توقيتا لتوقيع هذا القرار. نعم شيخ كمال، يعني إذا كان ترامب قد وفق أو قد يعني اختار هذا الوقت المناسب، هل هذا الوقت المناسب الذي اختاره ترامب سيكون مناسبا للدفع نحو تصالح فلسطيني، نحو لحمة فلسطينية واحدة، وربما أيضا عن شارع عربي واحد؟ ما رأيك؟ يعني إن لم تكن هذه القضية دافعا لإنهاء صفحة الخلاف الفلسطيني فلن تكون قضية أخرى يمكن أن تتوفر، ولا ظرف آخر يمكن أن يتوفر. بصراحة ما حصل اليوم هو إعلان لفشل مشروع السلام الذي قاده الرئيس أبو مازن، بل كان هو مهندسه. من الرجولة من الشجاعة أن يقف أبو مازن ويعلن اعتذاره للشعب الفلسطيني عن 24 سنة من المفاوضات العبثية، فيها تم تغيير كل معالم القدس، فيها تم زيادة الاستيطان، فيها تم إيقاع مظالم كثيرة بالشعب الفلسطيني. جاء قرار الرئيس ترامب اليوم لينزل أبو مازن عن الشجر ويقول ما دام الراعي الأمريكي قد انحاز انحيازا سافرا، وما دام قد وقف هذا الموقف، أنا أعلن لشعبي عن بداية حقبة جديدة تتمثل به العودة إلى الشعب والالتحام مع المقاومة الفلسطينية، بل الدعوة لانتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية ليختار الشعب من يقوده في المرحلة القادمة. هذا ولا شك سيعزز اللحمة الفلسطينية وسيعزز توجه الشعب الفلسطيني للبحث عن خيارات أخرى غير خيار السلام الذي تبدد اليوم. وجاء جاء ترامب ليعلن تشييعه إلى متوعه الأخير. شيخ كمال، يوم إضراب غدا في فلسطين وفي القدس المحتلة. وزير الخارجية القطري قال إن هذا قرار ترامب يقضي على كل عملية سلام. الكلام صحيح والتقييم هو عين الصواب. أن قرار يعني كيف يمكن لترامب بعد اليوم
أن يتحدث عن مشروع سلام، أي سلام؟ كفي له أن يتحدث عن دولة فلسطينية سيكون لها عاصمة، أين ستكون هذه العاصمة إن لم تكن هي القدس كما كان الحديث سابقا؟ هل ستكون العاصمة في كاليفورنيا؟ هل ستكون في القمر؟ هل ستكون في الربع الخالي؟ أين ستكون هذه العاصمة؟ نعم. هذا من جانب. من جانب آخر، إن ترامب لما اختار من البداية فريقه الذي يفاوض الفلسطينيين وجعل في مقدمته يهوديين اثنين، كوشنر صهره وغرين بلاد هذا اليهودي المتدين الذي له علاقة وثيقة بحزب الليكود، إذا هنا من البداية كان يعلم أن التوصيات ستكون غير عادية، وجاءت التوصيات طبعا من هذين الرجلين بالتوقيع على قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. ولذلك كل ما يقال اليوم عن إنهاء مشروع السلام هو صحيح، كل ما يقال عن احتمالات لتصعيد هو صحيح، كل ما يقال عن غضبة ستكون من الشعوب ضد الأنظمة هو صحيح، كل ما يقال أن ترامب هو المجنون الذي ألقى حجرا في البئر ولعل على كل عقلاء الدنيا لن يستطيعوا أن يخرجوه هو صحيح. ما يقوله اليوم بعض الكتاب الإسرائيليين من أن هذا القرار ظاهره مصلحة إسرائيل، لكن حقيقته سيقود إسرائيل إلى واقع لا يمكن أبدا أن يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها الكارثية عليها. شيخ كمال، يعني الدعوة إلى 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 يعني لقاء للتعاون العربي، منظمة التعاون العربي، أو الدعوة إلى قمة في الجامعة العربية، ماذا يعني لكم كفلسطينيين؟ ماذا يعني الآن للقضية الفلسطينية؟ وأين هم الحكام العرب؟ لولا أن ترامب كان مطمئنا إلى أنه قد ألجم عذرا و أمر البعض بالصمت والانخراط من الأنظمة، من قادة الأنظمة، لما كان أقدم على هذه الخطوة. ترامب الذي جمع له 54 زعيم عربي ومسلم في الرياض في شهر نيسان من مطلع العام وخطب فيهم، ثم انتقل مباشرة إلى القدس، وأول خطوة قام بها الصلاة عند حائط البراق لاعتباره حائط مبكى اليهود. هذا كان يمثل اللطمة الأولى ل 54 زعيم عربي، هذه اللطمة الثانية توجه إليهم اليوم. لذلك هؤلاء أكثر ما يمكن أن يقوموا به هي بيانات ميتة، هي مواقف شجب واستنكار، الكل يعلم أنها خجولة وأنها لا حياة فيها إنما هي تسجيل موقف فقط، بالتالي لا يعول لا على هذا المؤتمر ولا على يعني مؤتمر التضامن الإسلامي، مع تقديره طبعا الكبير لموقف الرئيس التركي سواء الذي قاله أو الدعوة لهذا الاجتماع، لكن لم يعول على هؤلاء الزعماء كل الوقت الذي هم ما يزالوا فيه يرتبطون بحبل السرة بعلاقات مباشرة مع أمريكا وعلاقات سرية مع إسرائيل. شكرا جزيلا لك الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. التغطية على الجزيرة مباشر مشاهدين الكرام مستمرة، ومع الزميل عمر فياض، وهاشتاغ تابع.